تعال نعمل البرنامج دوت، نعمله على البروجيكتور. لو شايفين على البروجيكتور ولا لا؟ شايفين هنا؟ لا، اللي عنده دي حاجه. انا جيت على البرنامج بتاعي عايز اما ابص كده بعد اسبوعين ثلاثه افهم ان ده ستارت من غير ما حد يقول لي، وان ده ستوب من غير ما حد يقول لي، وده ليميت سويتش. معلش، هو ايه اللي خلى حضرتك عارف ان ده ليميت سويتش؟ عشان لسه عاملينه. لكن لو بعد شويه ما حدش هيفتكر، ولا انا ولا حضرتك نفتكر ده ليميت سويتش. لكن لو مكتوب جنبيه ليميت سويتش هعرف ان ليميت سويتش. الا بقى لو انا بضحك على نفسي بنفسي وبكتب غلط، دي حاجه ثانيه. فاهم؟ فمثلا انا اعمل البرنامج اللي هو على السبوره، واللي هو كده كده لسه عندكم على الكمبيوتر. الاي 0.0 هذه الاي 0.0 جوه الادرس. لا لا ثواني، هكتب وبعد كده حضرتك اعمل عايز تعمله. اي 0.0 واي 0.1 والاي 1.1 والكيو 0.1. شايفين كويس؟ تعال الاي 0.0 هنسميه ستوب، مش هيرضى. بس اي حاجه ستوب 1 بقى، ستوب اف، ستوب ار، ستوب اي، انا ممكن اسميها ستوب ام اللي هو موتور يعني. اوف عايز اسميها اوف عادي، ما فيش حاجه اسمها اوف عادي. لكن اوف ديلي لا، عشان في حاجه اسمها اوف ديلي. تمام؟ اي 0.1 ستارت عادي. خد بالك انا بكتب سمول يبقى هيظهروا بره سمول، بكتب كابيتال عشان تفرق، لان دي كلمات، فالكلمه السمول غير الكابيتال خالص. فاكرين لما قلنا في جدول اسمه اسكي بيروح يترجم؟ ما هو عنده السمول ليه معنى والكابيتال ليه معنى. اوكي، زي ما انت عايز. اهم حاجه اخترته كابيتال يبقى خليك كابيتال، اخترت سمول خليك سمول. ليميت سويتش، خد بالك الليميت سويتش كتبتها كابيتال يبقى بره هتظهر كابيتال في البرنامج. الكيو 0.1 اللي هو الموتور، محتاجين نحط كومنت. مثلا لو هكتب كومنت ممكن اقول كده معلومه لنفسي، this input is normally close contact، زي ما انت عايز. كده انا كاتب لنفسي ان دوت الانبوت دوت نورمالي كلوز كونتاكت. لو بعد 100 سنه بصيت عليه مش محتاج اروح اشوف بره كلوز ولا لا، لان انا عارف ان كاتب كلوز. اوكي، ولدرجه ان دي مهمه جدا، لدرجه ان اللي بيعمل يعني حاجه زي كده بيروح عامل لها حاجه اسمها اكسبورت على اكسل، يعني ياخدها على فايل اكسل وتبقى معاه على الفلاش. بعد 50 سنه لما يتصلوا بيه ويطلبوا منه يعمل صيانه في المكنه دي، هو معاه اوريدي كل حاجه عنده، يعني غالبا ما بيسيبهاش هنا، بياخدها معاه على الفلاش اساسا. اوكي، ولما يرجع هو هيعرف كانه بيفك الشفره معاه ان هو ستوب، ويعرف عن طريق البرنامج ان هو اي 00، فيبقى عارف ان الاي 00 هو الستوب مثلا. سميها زي ما انت عايز، المهم انت فهمت قصدي. تمام كده، انا ما عنديش برنامج. سوري، بص وانا بعمل برنامج اللي هيحصل، انا هرسم البرنامج اي 0.1. خدت بالك راح كتب ايه؟ قال لي ستارت، انا عارف ستارت. بوزيتيف ايدج، طبعا بوزيتيف ايدج ما ادهاش حاجه. كيو 0.1 قال لي اللي هو الموتور، بس عشان عامل زوم فمش جايب الكلمه كامله. لو مش عامل زوم يعني عندكم هتبان كامله، انا عشان عامل زوم جامد فالكلمه نصها طاير. معلش الاي 0.0 لو مفتاح الايقاف قال لي ستوب موتور. نقطه مغلقه من الميركر، الميركر ما ادانوش اسم فمش مشكله، ام 0.1 يروح يشغل كيو 0.1. خد بالك انا وانا ببرمج مش لازم اكتب اي 1 1، ممكن اكتب له ايه؟ ال اس، ما هي هي، ما هو بقى عارف ان الاي 1 1 هو الليمت سويتش. بص انا شغال انا كتبتها كده، بص ال اس اما ادوس انتر قال لي ما انا عارف اللي هي اي 1 1 يعني. فاهم؟ كان عادي سمول، بس خد بالك يعني ما ينفعش، احنا اتفقنا ان الليمت سويتش كابيتال صح؟ بص دلوقتي لو كتبتها سمول يقول لي ما عنديش حاجه اسمها ال اس سمول، ال اس اللي انت مفهمهاني كابيتال. فاهم؟ يبقى كده ال اس كابيتال. فاهم؟ يعني ممكن ابرمج بالسيمبل او ابرمج بالادرس. اوكي، ما دام انا معرفه ان كل ادرس معناها ايه في السيمبل، يبقى ممكن وانا شغاله ابرمج يا اما بالادرس يا اما بالسيمبل. الميزه ان البرنامج بقى سهل، باين ان دوت ستوب، ليميت سويتش، ستارت، ده الموتور، دي نقطه من الموتور. اوكي، وهكذا. هتفرق معاك جدا لما يكون برنامج كبير، هوريها لكم على برنامج موجود معايا على الفلاش. فريش. ما هو انتوا رسمين برنامج اوريدي صح؟ انا رسمته بعديكم، مش فارقه. هي هوريكم برنامج موجود على الفلاش. انا اتخيل ان دوت لو كان من غير سيمبل كان يبقى الله يكون في عوني لو راح اعمل سنه فيه. مش ده اهو، انا بس معلش الزوم برضو موجود فالسيمبلز كلها ضايعه.
اوكي مثلا انا عايز اقول لما كي 0.0 يشتغل هينور كي 0.5. بص كي 0.0 ده عباره عن ايه؟ بامب ران، يعني الترومبه اشتغلت. انا لما اشوفه مش انا دلوقتي مش عارفه، بس عرفته امتى؟ لما وقفت عليه حقل بامب ران. انا اللي كنت بسميه بامب ران، انا اللي عامل سيمبل اهي جوه. قلت له في حاجه اسمها جولي، لما جولي يديك اعلى سرعه سميها لي هاي سبيد جولي. انا عارف ان الاي 02 لما يقفل معناه انها هاي سبيد جولي. انا ما اعرفش على فكره، بس لما شفته عرفت، انا كنت ناسي. فهمت؟ هنا الاي 1.0 مش عارف بتاع ايه فعلا، بس لما ابص عليه انا عارف بتاع ايه دلوقتي. اوكي ام 4.0 الميركر 4.0 ده بتاع ايه؟ الفالف الكبيره. 4.1 بتاع الفالف الصغيره. اوكي انا اللي عامل برنامج بس مش فاكر عشان ما بصيتش عليه من زمان، فلما ابص عليها هعرف. ها فالسيمبل مهمه جدا. مصنع سياج بتاع الغيره اللي في العاشر. ليه؟ الكومنت عادي مثلا اهو. تعال نرجع البرنامج بتاعنا تاني. فين؟ ادي البرنامج بتاعنا. ادي السيمبل تيبل. مش انت عملت هنا كومنت بيقول this input is normally close contact؟ خلاص. بره كده كده بص قال لك الستوب موتر اي 00 هو normally close contact. صح؟ عايز تزود سيمبلز ثانيه هتلاقيها جابها لك كلها هنا. تعال. فالبرمجه ليها طريقتين. في ناس بتبرمج الاول ترسم البرنامج زي ما انتوا عاملين كده. وبعد كده يحطوا له السيمبلز. في ناس بترسم الاول البرنامج وبعد كده يحطوا له السيمبلز. وفي ناس زي ما انا عملت دلوقتي، انا حطيت السيمبلز وبعد كده فوجئت ان البرنامج مش معمول، رحت عملت البرنامج. هي مش هتفرق. اوكي؟ بس في معلومه، انت عشان اوريدي راسمين البرنامج، بعد ما تحط السيمبل هتعملوا تعملوا حاجه زي ريفرش، يعني اللي هي بيسميها هنا ابلاي اول سيمبلز ان بروجكت. ثواني ابينها لكم اكتر. كومباين مستر شايفين كده رموز فوق باينه؟ ابلاي اول سيمبلز هتلاقيه اللي هو ده. ابلاي اول سيمبلز ان بروجكت. وانس ان انت رسم البرنامج اوريدي وعملت السيمبلز، هو محتاج زي ريفرش كده عشان يروح يبص عليها. فلو قلت له دوس على ابلاي، ابلاي يعني ينفذ، يعني يروح منفذ لك ده، يحط لك الرموز في قلب البرنامج. اوكي؟ كده كده انا هقولها لك وبعد كده هعدي على واحده واحده اقول ازاي اعملها. استخدام تاني لصفحه السيمبلز تيبل. السيمبلز مش بس للادرس، السيمبل انا ممكن عاوزها لصفحه البرنامج نفسه. يعني ايه؟ البرنامج ده برنامج اسانسير، ما انا عايز حاجه من فوق تقول ده برنامج اسانسير زي عنوان تايتل. يعني ان تورك دي خاصه بفتح باب الاسانسير، وان تورك دي تخص الاضاءه اللي جوه الاسانسير، وان تورك دي الالارم اللي هتظهر لو الاسانسير دخل فيه وزن زياده. طب انا مش هفتكر الكلام ده بعد شويه، ممكن اكتب اي حاجه هنا. اكتب كومنت للبرنامج مثلا برنامج اسانسير. اوكي طب ايه لازمتها؟ ما هو كده كده ما فيش غير واحد يعني. لا مين اللي قال كده؟ يمكن جهاز البي ال سي يبقى فيه 100 برنامج، المشكله طول ما هو بيشيل خلاص شغال. صح؟ يمكن جهاز البي ال سي مش احنا اتفقنا ممكن اعمل فيه كذا صفحه برمجه، يبقى ممكن احط جواه كذا حاجه. اوكي عشان كده جوه البي او يو انا ممكن احط ادرس مثلا ايا كان، بكتب اي معلومه تهمك. زائد ان انا كل نتورك ممكن اديها عنوان، دي نتورك ودي نتورك، بس انا بعد شويه مش هفتكر ايه هم دول. لو جيت هنا هعمل حاجه اسمها نتورك كومنت اللي هي جنبيها على طول، نتورك كومنت كده. خد بالك بص ساب لك سطر تكتب فيه اللي انت عايزه. دي لفتح الباب، دي مثلا خاصه بالاضاءه. اوكي وهكذا. بالعربي هو ينفع كده، بس ما اعرفش العربي متعرف ولا لا. متعرف هينفع العربي هنا ثاني، هنا مش متعرف بس ينفع كده بعربي، لان بيكتب ايطالي، فما دام بيكتب انجليزي وايطالي هيكتب كمان عربي. اوكي تمام، بس العربي هو مش متعرف على الكيبورد. اوكي يبقى عندك حاجه اسمها البي او يو كومنت اللي هو كومنت رئيس لصفحه البرمجه، نتورك كومنت تعليق لكل كومنت لكل نتورك، زائد حاجه اسمها التيبل انفورميشن اللي انتم شايفينها دي اللي هي الجدول دوت اللي هو بيجيب لك الخلاصه. كي 01 اللي هو الموتور، والاي 0.1 اللي هو الستارت، والاي 0.0 اللي هو الستوب، ولو في كومنت موجود يجيبه لك، اللي هي بنسميها التيبل انفورميشن. تمام هعد على واحد واحد اشرح له كل حاجه عندي. عشان في ممكن اكتب تعليق في كل صفحه بالظبط اللي هو البي او يو كومنت اللي هو موجود فوق هنا ده. اوكي مثلا موتور ستارت ستوب زائد ليميت سويتش ده البرنامج. بعد كده دي نتورك
بص تحت كلمه نتورك اهو، ده كده الصفحه كلها، عشان كده بص كده بتختفي ترجع تاني. ده عنوان الصفحه، ده عنوان النتورك، تمام؟ ودوت تيبل انفورميشن اللي هو الجدول دوت او الانفورميشن تيبل. السيمبل تيبل ماله؟ لا عايز تعمل واحد تاني براحتك، يعني في ناس بتحب تعمل كده، يجي عند السيمبل تيبل يخلي صفحه للانبوت بس، رموز الانبوت، ويروح قايل له بعد اذنك كليك يمين انسرت كمان سيمبل تيبل، ويخلي دي للاوتبوت، كليك يمين انسرت كمان سيمبل تيبل، ويخلي دي للتايمرات والكاونترز مثلا. فيوم ما يكون ده يكون بيبقى كبير قوي، فيوم ما احب اعرف العنوان بتاع ادرس بتاع انبوت انا عارف انا بدور فين، العنوان بتاع الادرس بتاع الاوتبوت انا عارف انا بدور جوه انهي صفحه. ممكن اجي تحت اروح عامل رينيم اسميها مثلا سيمبل تيبل ما بين قوسين اوتبوت، او سيمبل تيبل ما بين قوسين انبوت، وهكذا. واضحه؟